هحكي لك شويه في هذا الموضوع، لانه الاتحاد الدولي الفيفا وضعت ضوابط الخاصه ببطوله كاس العالم للانديه اللي بيشارك فيها لاول مره 32 فريق، منهم من مصر النادي الاهلي الفريق البطل الفريق العظيم. انا الحقيقه عشان بس الناس ما تتعبش قلبها من دلوقتي، من فضل حضرتك لو انت شايف انه كاس العالم للانديه دي الاتحاد الدولي عاملها كاموفلاش كده واي كلام، انا على فكره مصدقك، وعيش وهمك زي ما انت عايز. يعني هي مش بص كاس العالم للانديه ال 32 نادي دي ريال مدريد ومانشستر سيتي وكل دول فرق اي كلام وملهمش لازمه ولا اي حاجه، فما تتعبش قلبك يعني، خليك في وهمك، خليك كده زي ما انت تمام التمام، خامل راكد هادئ مقتنع مبسوط فرحان مظلوم، خلي المظلوميه شغاله معاك كده، وانت يا اهلي اجري خد القارات الثلاث وخد التحدي ان شاء الله، ووصل لكاس العالم ووصل ان شاء الله باذن الله نهائي الانتر كونتيننتال، وامشي خليك في سكتك، خليك اوعى تلف بظهرك، اوعى اترك امشي. ودي مست الاهلي، الاهلي يكون بياخد البطولات يقول لك انا عايز رئيس لجنه حكام اجنبي، هو بياخد الدوري مع المصري، لكن هو عايز الصح والاصح للكره المصريه.